السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوتي وأخواتي الأعزاء، وأهلا وسهلا بكم في فيديو جديد من فيديوهاتنا من ضمن سلسلة تعلم أباكوس للمبتدئين. اليوم راح نحاول أنه نحل المثال السابق، لكن هالمرة بدل ما أنه نحل بطريقة الـ 1 Dimension راح نحاول نحل بطريقة 2 Dimensions وشوف شنو التغيير اللي ممكن أنه يصير وكيفية التعامل مع هذه التغييرات. حتى نرجع نراجع المثال مالتنا، مثالنا يقول انه احنا عندنا بار مسلطة عليه نوعيتين من القوى، واحدة منهم هي constricted force صايرة بالطرف الايمن، وهذا الطرف الايمن هو الطرف الحر، هاي القوة مقدارها P، وعندنا قوة موزعة على طول البار مالتنا وبنفس الاتجاه لقوة P، وهاي القوة اسمها Q. الجهة اليسرى للبار هي الجهة المقيدة، الX هنا يساوي صفر، هنا ابتداء قياس مسافة X وتنتهي مسافة X بطول البار اللي هي L، و displacement هنا U تساوي صفر. الـ exact solution لهذا الموضوع لهذا المثال وكذلك القيم للمتغيرات اللي موجودة معروضة أمامكم بالسلايد هذه، فنعرف أنه طول البار هو 10 إنجات، المساحة مساحة المقطع العرضي مالته إنج واحد، modulus of elasticity equal to 10,000 psi، قيمة القوة Q هي 20 باوند لكل إنج، وقيمة القوة P 100 باوند. الـ exact solution هذه معادلاته، واللي يعطينا قيمة للستريس، احنا نركز هنا على الستريس لأنه باعتبار ما عندنا أي مشاكل بالسترين. طبعا هنا هذه القيمة مو صحيحة، ما ممكن تكون 0.4، المفروض هاي القيمة تكون 0.2، أرجو أنه ننتبه لهذا التصحيح. The exact stress بالجهة المقيدة قيمته 300 psi وبالجهة الحرة قيمته 100 psi، هذه قيم الـ exact solution. هسا إذا رحنا وسوينا الـ finite element analysis مالتنا نشوف شنو النتيجة اللي راح نقدر نصل لها. فنبدي كالعادة نبدي من part، راح نسمي هذا elastic bar 2D، وراح نختار 2D planner، التايب نخليه deformable، والبيس فيتشر بدل ما كان واير في حالة الـ 1 Dimension راح نستعمل شل في حالة الـ 2 Dimensions. الـ Approximate Size راح نخلي 30 كلش كافي. Continue. نرسم البار مالتنا، نتذكر انه البار مالتنا الأبعاد مالته هي نبدي من 0 0 وننتهي بـ 10 1. هالحالة هذه صار عندنا الطول البار حققناه اللي هو 10 إنجات، وصار الثيكنس للبار مالتنا او الارتفاع مالته هو انج واحد. نضغط على الاكس الاحمر ونذكر دان ونكون خلصنا الجزء الاول. ننتقل مباشرة للجزء الثاني البروبرتي، ونعرف البروبرتيز مالتنا. الماتيريال خلي ماتيريال 1، ميكانيكال، الاستيك، واليونغ موديولوس نتذكر هو كان 10,000، بويسونز ريشيو صفر لانه احنا ما ماخذين النظر لاعتبار التغيرات اللي يصير بالاتجاه الثاني. We create a section، خلينا نسمي cross section، ونخلي الكاتيجوري باقي as solid والtype homogeneous. Continue. Materials نختار material 1 ونختار حالة الـ plane stress or strain والthickness يعني البعد بالاتجاه الثالث باتجاه Z العمودي على هذا الـ plane مالتنا هو 1 إنج. بهالحالة هاي حققنا إنه الارتفاع 1 إنج والثيكنس 1 إنج، فالمساحة الكروس سكشن هي 1 في 1 وتساوي 1 إنج تربيع. نقول أوكي، بعدين we assign the section، نختار الممبر مالتنا كله ونضغط على done، والسكشن نختار كروس سكشن yes. أوكي، وانتهينا بهالحالة هذه، ومن عندها ننتقل بصورة سريعة إلى assembly، وكما متعودين خلصنا فقرة الـ assembly وبعدها we create a step بصورة سريعة. فراح نبقي الـ procedure type general وراح نخليها static و general، نعطيها continue ونبقي كل المتغيرات على حالها بدون تغيير، وبعدها ننتقل إلى load. So we create the boundary conditions. بالطرف الأيسر المقيد راح نختار displacement rotation، continue، نختار هذا الطرف الأيسر كله، نضغط على Done، ونحدد إنه الـ U1 والـ U2 تساوي صفر. بهالحالة ماكو أي تغير
في الحركة في هذه النهاية المقيدة لا باتجاه X ولا باتجاه Y. نضغط OK ونعرف القوة مالتنا. القوة الأولى هي P. P صحيح هي Constrained Force صايرة هنا، بس بما أنه إحنا مثلنا البار مالتنا على شكل 2 Dimension فبعد ما نقدر نخليها as Constrained Force، لأن إذا خليناها Constrained Force راح تكون بنود واحدة يا إما هنا يا إما هنا، وراح يختل التمثيل عندنا. الأفضل نحولها إلى Pressure، والPressure راح تكون قيمته يقول لنا هسه مكانه وين، مكانه موزع على طول هذه الحافة. Done. قيمة البريشر راح نبقيها 100 ومساحة المقطع العرضي 100، فمن تضرب البريشر 100 في مساحة العرض المقطع العرضي عفوا 1 فتطلع النتيجة constrained force قيمتها 100، وبهذا احنا حافظنا على الكونسيستنسي. هنا الماجنتيود راح تكون سالب 100. ليش سالب؟ لأنه إذا خلينا العلامة موجبة فالأبكس يفهم أنه البرجر هو مسلط بصورة عمودية على المساحة، عمودية عليها بحالة compression وليس tension، فلذلك احنا نعرفه على أساس سالب 100 حتى يكون tension، وراح نشوف النتيجة ظهرت مثل ما احنا نريدها. القوة الثانية اللي لازم نعرفها هي القوة Q، وQ هي أيضا راح نعرفها مثل المثال السابق surface traction، عفوا راح نعرفها as body force، ونضغط continue. done. أو لازم نختار البادي اللي تنتشر عليه. done. وقيمتها 20، ونضغط ok. وبهالحالة هذه وصلنا إلى أنه إحنا عرفنا كل المشكلة مالتنا، بقى أنه نسوي المش ونخلق الجوب، وهذا اللي راح يكون نتابع إن شاء الله في الفيديوهات القادمة. نشوفكم على خير إن شاء الله.